حياكم الله من جديد مشاهدينا. الموهبة، أي موهبة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وما أجمل أن يستفيد الإنسان من موهبته وأن يحسن أو يحسن توظيفها واستثمارها، فهذه أيضا موهبة. ضيفة فقرتنا الأخيرة مشاهدينا الكرام لا تملك موهبة واحدة، بل هي متعددة المواهب، فارسة، ممثلة، وتحب العمل التطوعي، وأصغر إماراتية تمتلك قناة على اليوتيوب. ضيفتنا المتعددة المواهب هي نورة عبد الرحمن البستكي. أهلا يا نورة. أهلا. أنت، أنا أطلق عليك ما شاء الله تبارك الرحمن بالمعجزة. إذا أنت ما شاء الله عندك كل هالمواهب، نبدأ موهبة موهبة. بداية، أنت عندك قلنا موهبة الفروسية وموهبة التمثيل. التمثيل والقناة اللي هي أنا أصغر بلوجر إماراتية. طيب أي موهبة تبين تبدين تحدثينا عنها؟ خلينا نبدأ بالفروسية. أول شيء أعطيني عمرك واتكل على الله. عمري 11 سنة. أنا بديت الفروسية من قبل تقريبا سنة ونص، ومعلومة أني أنا كنت أخاف من شيء اسمه خيل، يعني ما كنت أحب شيء اسمه خيل وأخاف منه. بس من يوم ماما قالت أنها بتسجل أخوي الصغير، أنه كان يحب الخيول، قالت بتسجله في الاسطبل عفوا. فيوم سجلته في الاسطبل أنا سرت وياهم، فقلت خلي أسير أشوف الوضع هناك والخيول. فسرت أشوف الخيول، عيبتني الخيول، قلت أنا ليش كنت أخاف من هالمخلوقات؟ ليش الحين أنا ما أكسر حاجز، يعني خلني أكسر حاجز الخوف وأركب خيل، إن أنا أحب أجرب الشيء الجديد. فجربت وركبت خيل، والحمد لله الحين أنا أركب 3 كيلو و7 كيلو. ما شاء الله، يعني شوي شوي بتشاركين في سباق القدرة. إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين، الموهبة الثانية حدثينا عنها. الموهبة الثانية اللي هي التمثيل. التمثيل من صغر سني وأنا أحب التمثيل، من يوم ما كنت، يعني أنا وايد كنت أحب التمثيل. كنا في المدرسة، فالمس كانت تقول لنا في مسرحية تنعرض قدام لجنة الهلال الأحمر. قالت لنا منو يبى يشارك؟ فقلت مس أنا أبى أشارك. فشاركت في المسرحية اللي هي اسمها أنا وكاف اليتيم في الجنة. نعم. اللي هي تابعة للهلال الأحمر الإماراتي. وبصراحة كانت مسرحية يعني جدا يعني وايد حلوة، والحمد لله فزنا، حصلنا المركز الأول على منطقة الشارقة التعليمية، والمركز الثاني على دولة الإمارات. ما شاء الله. ودي شو كان دورك في المسرحية؟ أنا كان دوري اللي هو الدور الرئيسي، أنا كنت اليتيمة. الله لا يرويك إن شاء الله. إنزين، وطبعا أنا قبل ما أروح للموهبتين الثانيين، خلينا يعني أبحر وياك في الموهبة الأولى والثانية اللي تكلمتي. أنا حبيت بس أعطيك مجال تقدمين لنا مواهبك، بنوقف شوية في الموهبتين الأولى والثانية. خلينا نبدأ بالفروسية. أكيد الفروسية تعلمتي منها وايد أشياء. وايد أشياء تعلمتي. شو اللي تعلمتي من الفروسية؟ تعلمت أول شيء منها اللي هو الصبر والثقة بالنفس والشجاعة والمنافسة الشريفة. وعلمتني الفروسية ان هالشخص انا شفته خلاص، يعني انا اعرفه بدون ما هو يتكلم، لان يعني من الناس اللي حوالي خلاص يعني عرفت كل الناس. فالخيل ساعدني في وايد اشياء مثل ما قلت لك في البداية، ساعدني في الصبر، علمني الصبر والشجاعة والثقة بالنفس والمنافسة الشريفة. والعلاقة بينك وبين الخيل؟ هي العلاقة بيني وبين الخيل هاي أهم شيء في صفات الفارس أو الفارسة. العلاقة بينك وبين الخيل، قبل ما تبدين تركبين الخيل لازم تكونين عارفة هالخيل، أو إن أنت مثلا المدربة قالت لك تسيري اركبي هالخيل، أنت ما تعرفين شو هالخيل، أوكي تسيرين عنده تبدين تقولي له مثل إن تكلمينه، إن في صلة من بينك وبين الخيل، يفهم نفس إنه يحس، هي عنده إحساس، تمين يعني نفس إن تمسحينه تقولي له أنا اليوم بركبك، يعني تحسسين إنك أنت نفس إن تحبينه من بينك من بين الصلة. فمن بين يعني أنا استوت لي وايد مواقف من كثر ما أمسح الخيول وشي، خلاص الخيول تعودت عليه، يعني من بين خلاص صلة، فتعودت على. كم سنة صارت مع الخيل؟ سنة ونص مع الفروسية. سنة ونص. إنزين، التمثيل كيف دخلتي عالم التمثيل؟ قلتي لي أوكي أنت من زمان تحبين التمثيل، يعني من أيام مش من زمان كثير، أنت 11 سنة يعني كم من زمان من كم سنة يعني؟ إيه. من كم سنة كنت تحبين التمثيل؟ تقريبا من الحين يمكن بكمل 4 سنوات 3 سنوات. إنزين، منو اللي اكتشفت في التمثيل؟ أنت اكتشفتي عمرك فهمنا، بس منو اللي اكتشفت في العالم الخارجي؟ لأنه أنا سمعت إنك جاهزين لمسلسل مهم بينعرض في رمضان، يعني إحنا بدينا نكبر ما شاء الله. ها؟ زين، منو اللي اكتشفت؟ اللي اكتشفني في العالم الخارجي اللي هو عالم الخارجي من التمثيل
الفنان عبد الله الجفالي. نعم. عبد الله الجفالي هو اللي اكتشف موهبتي في التمثيل. زين. وهو اللي يعني هو اللي قدر يدخلني مسلسل اللي هو المسلسل اللي قلتي اللي بنعرض في رمضان. نعم. ودخلت في المسلسل هذا، بس قبل المسلسل هذا حدثيني، انت قلتي لي عملتي المسرحيه، لكن التمثيل يبغي له جراه، وانت عندك الجراه، تحسين عندك الجراه؟ اي انا عندي الجراه. ما تخافين من الجراه؟ ما اخاف. نعم. طيب خلينا احنا متواصلين مشاهدينا الكرام، عنا فاصل وبنتواصل ان شاء الله مع هذه الموهبه المبدعه، بتعرفون اكثر عنها ان شاء الله بعد الفاصل. نورة البستكي المبدعة الصغيرة الجميلة الجريئة الممثلة الفارسة وأيضا المتطوعة اللي تحب العمل التطوعي، بني بعد قليل على اليوتيوب اللي انت أول إماراتية بعد، لكن احكي لي ما هو شو قصتك مع العمل التطوعي؟ العمل التطوعي في البداية أول عمل تطوعي قمت به إني أنا يوم صرت اللي هو اليوم العالمي لمتلازمة داون. نعم. هذا كان أول عمل تطوعي أحضره، وحبيت إني أنا أكون متطوعة في كثير من الأعمال التطوعية، يعني إذا هالشيء كان يتيح لي الفرصة، يعني كان إذا كانت تتيح لي الفرصة، وإذا كان هالعمل يعني نفس مواهبي يعني حق مواهبي وشي أسير، يعني أقول خلي أسير خلي أجرب، يعني يمكن أستفيد أشياء. انا اسمعك تقولين من الصبح انا حبيت انا فكرت انا مثلت انا كان عندي كله انا يعني ما كان حد يدعمك داخل البيت، ما حد كان يقول لك لا انبلا، كان لا. عندي وايد من الداعمين مجال الخيل اللي هم اللي كانوا داعميني اللي هم اللي اشكرهم بعد اشكرهم اللي هم منصور ومحمد السبوسي والكابتن عبد الله الكعبي واللي هي الكابتن ستيفاني والفارسي إيمان المهيري والفارسي مريم الفارسي والفارسي اللي هي هند الجنح الجناح الجناح الجناح. طيب جناحي. انت بعد اول مواطنة إماراتية واصغر مواطنة إماراتية عندك قناة على اليوتيوب؟ عندي قناة على اليوتيوب اللي هي اعرض يومياتي على اليوتيوب. يومياتك ليش؟ وكيف جت الفكرة؟ جت الفكرة صدفة، كنا ياسين في الاسطبل انا وجروب من البنات، فكنت كنا نبغى نطلع فكرة ان انا كيف اقدر اطلع مواهبي للعالم، فاللي هي مديرة اعمالي رقية بدري اقترحت اني انا اكون يعني مديرة اعمالك. يعني عندك مديرة اعمال بعد؟ اي الحمد لله. ايوه استاذ زاده مشاهدين، ترى احنا عندنا موهبة مخيفة، مديرة أعمال معاها وراها ناس يعني داعمينها ما شاء الله. زين. فقالت ليش ما أنا أسجلت قناة على اليوتيوب؟ قلنا فكرة حلوة. فسوت القناة على اليوتيوب، وبعد مراجعة كانت تدور في اليوتيوب إن تدور بنت إماراتية صغيرة تمسك الكاميرا وبكل جرأة تتكلم وتسوي يوميات، فما لقت، فقالت خلاص نورة أنت أصغر بلوجر إماراتية. وأنا أفتخر يعني بهالاسم إني أنا أصغر بلوجر. شو تنزلين على ما شاء الله، شو تنزلين على اليوتيوب في يومياتك؟ أنزل على اليوتيوب يومياتي، مثلا يوم أطلع أراوي الناس تشوف أنا صرت هالمكان وصرت هالمكان، وأنزل على اليوتيوب مثلا إذا كان عندي موهبة يعني أنزلها على قناتي في اليوتيوب، وإذا جتني فكرة إن أقول ليش جتني هالفكرة ليش ما الحين أنزلها على قناتي؟ أصور فيديو أعود الكاميرا وأنزلها على القناة. نعم، احنا قاعدين الحين نبث، شوفي على الشاشه هناك معايا، هذا شو الفيلم هذا حدثينا عنه؟ هذا هو اللي فيلم قلوب نظيفه. قلوب نظيفه هذا نزلناه في اللي هو في يوم العمال. يوم العمال شاركتي بعد يوم العمال؟ يوم العمال ما كانت لي مشاركه انه ما صرت، بس انه كانت لي مشاركه من هذا الفيديو هذا الفيديو من هذا الفيلم.
ونزلتيه على اليوتيوب؟ هي نزلناه على اليوتيوب اللي هو على رهان جروب. ايه زي كم عادة تستمر المدة الزمنية للفيديوهات اللي تنزلينها على اليوتيوب؟ تقريبا يعني ما 20 دقيقة 25 دقيقة يعني ما تكثر. عندك طاقم تصويري صورت ولا؟ هي عندي طاقم تصوير. طاقم تصوير مصورين ومخرجين اللي هو رهان جروب. رهان جروب يعني متبننتش شركة إنتاج؟ لا لليوتيوب. لا هالجروب. نعم. جروب يتبنى اللي هو المواهب، يعني مثلا انت مثلا عندك موهبه ما تعرفين كيف تبرزينها للعالم، رهان جروب يقدر يتبنى، يعني يقدر يبرز موهبتك للعالم. نعم. الحمد لله احنا يعني جروب ونطمح للعالم. تطمحين؟ ايه بتكلميني على طموحاتك الحين، لان انت ما شاء الله في هذه السن الصغيره وأرى فيك ما شاء الله موهبة وإبداع كبير جدا. يعني أنا أشكر كل من دعمك حقيقة من أسرتك ومن ناسك ومن اللي حولك، أنه لم يقتلوا فيك الإبداع، بالعكس حاولوا قدر الإمكان أنهم يخرجوك برا. قلتي لي بتمثلين في مسلسل ينعرض في شهر رمضان اللي هو مسلسل سكون الليل. هي. اللي هو المسلسل سكون الليل هو من إخراج عبد الله المهيري، بوجه له التحية اللي هو كان يتابعني الحين، اللي هو المخرج عبد الله المهيري، بيكون معانا ممثل بعد في المسلسل، وهالمسلسل بيكون الفنان عبد الله أبو عابد. نعم. مثل ما قلت لكم الفنان عبد الله الجفالي، الفنان القدير عبد الله الجفالي، بوجه له بعد تحية، هو اللي بخلني في هالمسلسل. الله يحفظك إن شاء الله، منالك التوفيق، إحنا استمتعنا بوجودك معانا. وإن شاء الله بندعيك في حلقات تكونين أنجزتي فيها أيضا إنجازات مهمة. شكرا نورة. أوكي. الله يحفظك. قبل ما ننهي الحلقة ممكن أشكر ناس؟ نعم على السريع. أوكي، أنا أشكر الشيخ عبد العزيز النعيمي اللي هو معروف بقرين شيخ، لأنه هو دعمني بعد وقال لي نورة أنت بتستوين، أنا أتمنى أنك أنت تكونين امرأة قيادية تفيدين المجتمع. وانا اقول له فالك طيب قدام كل العالم، انا اقول لك اني انا ان شاء الله بكون امراه قياديه تفيد المجتمع. واشكر تيم الفلاسي وسعيد شرار وفنان القدير عبد الله الجفالي. شكرا. احسنتي الله يحفظك ان شاء الله. وصلنا للختام مشاهدينا الكرام، استودعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمه